الرحيم. اليوم خرجت مظاهرات عارمه في محافظه كربلاء المقدسه، هذه المظاهرات اليوم في الساعه 10 صباحا، وايضا هناك مظاهره اخرى ستخرج في الساعه 3 عصرا. تلاحظ عدد كبير من جماهير المعلمين استجابت لدعوة نقابه المعلمين بالاعتصام الشامل في جميع مدارسها، ولاحظ الان الطلبه متلاحمين مع مدرسيهم، وهي حقيقه رساله واضحه لكل جماهيرنا بان المعلم هو جزء من المجتمع، المعلم لا يمكن له ان يتغير. كثير من الاصوات رادت ان تغيب المعلم وتغيب الطالب عن الساحه لاغراض سياسيه، نقول لهم لا والف لا، المعلم والطالب هو جزء من الساحه العراقيه، هو جزء من المظاهرات، وبالتالي اليوم احنا حقيقه تلاحظ هاي الجماهير الان سائره في الساعه 10 صباحا، وايضا يوميه في الساعه 3 عصرا ستكون هناك مظاهرات ايضا اكبر من هذه. نعم ستستمر، نعم ستستمر اعتصاماتنا في داخل مدارسنا، لان استجابه للكوادر التربويه ولقمه الاعزاء، وايضا حقيقه النظره الحقيقيه لنقابه المعلمين ترى انه يجب على المعلم ان يقود الشارع، لانه لا يجوز الشارع ترك الشارع لكثير من الشرائح، لان المعلم هو القدوه الاولى، والمعلم هو الذي غير كثير من الانظمه العالميه، وبالتالي ليش ما يكون المعلم العراقي هو قادر على قياده المجتمع؟ كفى تغييب المعلم، كفى تغييب المثقف، كفى تغييب الاستاذ، كفى تغييب المحامي. الان الشارع كلها الطبقات، احنا ما نتظاهر على اموالنا ولا نتظاهر على قطاع اراضي، وانما نتظاهر دعما لجماهيرنا. الدكتور خالد مليح حسن، نقيب معلمي كربلاء المقدسه.